بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه وسلم. أما بعد، مع جزء من كتاب اعتقاد أئمة الحديث وأئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. الصحابة لما كان كصوب حميك دب مع أصول عن مسائل الإمامة ولو لجي يده مراح المسلمين تأي غاب رقم كلا رقم لاي عن صار جني الصلاة مع الإمام إلى لده كذا قفك المسلمين تأي إمام فوا ماذا خذوا برا كان أو فاجرا يا شرط إيمان هين إنه صالح يحي ومتك ذا بارق يا متك ذا فجر كان لدو كان عليه صلاة ذا يا جمعة ذا يا عبادوين كالسيدة حجك أنت كذب هو أسوأ قدبي ويرون جهاد الكفار معهم لجرك ذا سيدة وكال جهاد تكون إنه لجرك ذا صعنا وإن كانوا جورة أبا هذا هو الجور سماية ومعناها دتك حقوق دي أي لهايين أنا أقلين أي أساس صامر ما يعني مسألة سمح كسيحكتي الدعاء لهم ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل لو قد أيوه وناق يعني أصو إيشان هالكاسيو عدالة يدتك أنا من فريستان ما يرها سنمركا أن كجرني محكم إذا حقوق ده قفك مدح ذكاء المسلمين ومدح ضوء شيخ وحير ولا يرون من أركان الخروج عليهم إن لو بحوا عليهم دشوا ذا بالسيف سيف لو بحوا ما أركان إن سيف لو قاتله ما هي أركان ما دام المسلمين هي. ولا قتال الفتنة من أركان فتنة إن لقد قال ما دحديد قتال الفتنة من فتنة إن لقد قال ما هي أركان فتنادنا واحد ويان إن دقال الآن صواب كيسا إيو حق أهانتي سي باطل أهانتي سلك الأوغين أما دقال باطل أه والأوغين الباطل يه سي دقال هذا القبيل لذا أوكال أما دقال هذا حلك الورة دينا هي أوكال إيو واحد لمتك أه دقال هذا سكري واكو والأوغين باطلهين هو نواك وحق أي باطل هو سكول حجره وقال هذا أن قردر الله سعته قال هذا أن قردر الله سعته halka qoladaan gar la socoto qoladan kalena gar la socoto marka waa isku dhex jir la isku dhex jiro dagaalka wuxuu waadax yahay oo cad yahay marka kufaar lala dagaalamayo kufaarta lala dagaalamayana dadkii dagaalka lagu talagalay inay hogaamiyaan ay hogaaminayaan markaas waa cad yahay inta waxay ka soo hara in qofku inuu naftiisa difaaca waa la gartay oo xadgudub naftiisa lagula xadgudbayo uu iska difaacayo laakiin inta waxay ka soo haray wax badan oo isku dhex jira jiri kara inuu mar ka joogsado dagaalka qitaalul fitan dad muslimiin inay isdagaalaan inuu ka joogsado ayay arkaan walaa yarawna ma arkaan القتال في الفتنة فتنة دحديدة إن لقد دقالنا ولهذا الصحابة وأي كفوا قاعدين دقالذي أو مسلمين تدحمرتي حتى كو الصحابة تدحمرتي ومعاوية يا علي بن أبي طالب نحن مري صحابة انتو ذا بدون كفو قرادين وكذا يرادين وخمد دا قال لمين ايضا حدنا وح فجأة اي احد وح سوب بودة اي احد ووح ان لغوته شنع اي احد حدنا مركي اي او قادين دا قال كسو استغدتك معركة دي لغود دا قال لما يقوى كده قاجيو استغدتك مركي دا قال كبير لغوضي هو انا اولينا امام بقى markaas kadibna muslimiintii isdagaalamay waxa la mid ka ahaa kuwa ka dheeraaday oo u soo dhaqaaqa diiday oo axaadiis wariyeen oo lagu badbaaday axaadiistii wariyeen sida abubakra oo kale nafaac min xaaris qaarkoodna baadiye ariga iska raacdaan iska aadeen marka in laga dheeraado dagaalada fitanta ah naga dheeraado dagaal xil lagu raadinayo masalan oo qof xil raadsanaya oo ummadda hogaaminaya إن لا يقرب دقا على ما هي وهل الأوران كروا القتال في الفتنة وهو يرى شيخه
ولا يرون ولا القتال ما أركان، لا يرون ما أركان القتال في الفتنة. قدرك بعد مركم وقصوا هذا الخروج عليهم، خروج إن لقبحه عليهم على الأئمة، ماذا حدا إن لقبحه إن أنا بنانين أيوه كوكو بالله أحاديث وربضان وقصة عررت ماذا حدا إن لقبحه إن أنا بنانين يعني الخروج تهي قد وقف كمركز بني السنة يا أولي وإي بنانتا إن لقبحه ماذا مسلمين تا مركز خارجي ونغنى يعني قد يؤون بني السنين لكن الدنيا كالأقوها يستنى باغي ونغنى بغات أيو كمية طائفات طائفوين كبغات كا أيو كمية وهي كلا بدلينهن مركب وعقيدة ده إن عقيده كده قال لما يا أو إنه لا ده قال لما طبعا ودين هان ولا ده قال لما أو جالسيو إن أدوني ولا ده قال لما يا يعني حلك كوري جدو ودون يا أو هو سوى حلك قاطع ما ده كلا أديب لابد وما بنان حاجة حقنا هان بنانان تو إسكلمت لكن مدنه هو كده قال لما يا هي وشفته معاصي كل حجرته وانا وخوارج هو كان احد قالهم لما الشيخ المركة تقال المسلمين اي قاضان ومدحد وقو قاضان لوقو ليستو ولما ضغط يراني هر لما الشيخ لما أعرق ايه سيدة ايه الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وليه وحلو دي دا يعني ما اهن مدحد سيدي حميهين يعني حمانتو دا سماش سيجوكتو ايه ان حمانتا لوكال مايو إيه إن حقي للدلاية ما أهم إيه وحا ويان وحا كرتب مايا وبحد القبحة أيا كبدا وحا هذا الجرة الإمام ابن أبي العز هو شارح الطحاوية وحو يجري مركو هذا مزلاس وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا قضب كأه إن لا أطيعه حباء سميان جور وحو يعني فلأنه يترتب على الخروج من طاعته من المفاسد أضعاف ما يحصل من جوره وحاكس حصنا يري إن لغبحه لا لاب إنت هد جرته وجوره ذا وحلا لاب كوا مرغو يري بل في الصبر على جورهم إن لغو صبره جوره ذا وحاكس قنا ذي تكفير سيئات إن لغو دن بداخه إلا نبقى نفرق إن لغو صبره ومضاعفة الأجور هي إن أجرأت لغو لابه فإن الله تعالى وحي إلهي ما سلطهم علينا نقمة سلط إلا لفساد أعمالنا عمل كأنه حماذي موي نو صالحين ونأكسان أه دضح مدح كما ديكن والجزاء من جنس العمل جزاها يا أما المركونة وعمل كاس سميدو أيو كبه يهي وهذا حمان سميدو حمان لقوا أمال مرينا فعلينا الاجتهاد في الاستغفار أن لك الرب إن كنت ذا الندم بالله فينا إله ويدي سنية والتوبة إن الله وسلاح العمل إن عمل فيها قاد جنه فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا هذي دونيان رعيضوا يدتك ملاحظ لويها إن يكبح صدان وإسكسيبان من ظلم الأمير الظالم قفك أميرك أهو ظالمك ظلم جيسا فليترك الظلم أيه ظلم ينكتك حجاج أيه الله وصل شكت آنس حديث مشهور كقران ايضا حجاج لو سو شكت لي انس اللي سيدان يا سيدان يا سيدان ويلا يا حجاج وانا خادمك النبي صلى الله عليه وسلم انس مركز وهي اصبروا صبرا صبروا يدي اله نبي محمد افتي سقعت كو هين كل ارتاي مال زمن بس زمن كقد وقدم بيو زمن بس زمن كقدم بيو ايا كشر بدن مركو هي صبرا مركز واخر وحك سو غبن غبي سداس النبي جنا كم خلي نبي وحن كان مغلوب يرسدعس أنا حجاج وكل إن لا صبر كان سيف لقاله هرتجن أيا كان مغلوب مركا وين صبرتان أنا صبرتان ويان وعد أص صبرتان أنا ديب كيس سببته أه ديب كلا والله إيمان هاي كسي ديب بدن ولهذا الدد دي ذي أنا حجاج أص صبران وسيف تقاتل قري قاتل مركز لا دقال سيف تقاتل وعدت كي هو جامين أي نكل يراهدو ابن الأشعث وحن اللي به فتنة داس فتنته ابن الأشعث أخو مركة فتنة داس وحكدي جاي
waxaa ku macnaha dhex galay oo ku fidnaaday culimada qaar ayaa dhex gashay, culimada ayma waaweyn ahay, culimada loo yaqaan ee ahaayeen ayaa dhex gashay. Muddo dheer ay socotay dagaalo badan oo badan oo badan ayaa dhex maray. Ugu dambeyntiin xajaajkii lagu baxaa guuleystay, dadkii ku baxayna waa la ninkii hogaaminayana madaxiisii uu keenay. Culimadii marka uu ku garabka ahayd isaga, qaarkood waa soo laabteen. Wararka laga qoray waxaa ka mid inay yidhaahdeen laba mid ma aana noqon, kuwo wanaagsan oo abraar ah oo biri sameeyana ma aana noqon, kuwo fajara ah oo xun oo faajir xoog leh ahna ma aana noqon, labadaas midna ma aana noqon. Marka waxay yidhaahdeen waxaa noo roonaad yaa imma inaan noqono dad saalixiin oo wanaagsan oo axaadiista nabiga qaata oo u sabra dhibkiisa, iyo inaan faajirin xoog leh noqono oon iska saarno ka adkaanno. Labadii midna mayna dhicin. Markii 80 macarako ee ka badan ay dhex martay oo wax walba ku kharibmeen, kadib waxaa laazim noqotay inay u soo hoggaansamaan ayagiina intii kalena la lahay. Waa fitnadii Ibn al-Ashcas loo yaqaanay. Marka waxay noqonaydaa in caqiidadii Ahlu Sunna Waljamaaca waxay ka mareen iyo dariiqay u mareen loo maro iyo xaadiistu qaabkii noo towjiihiday. Sheikhu wuxuu yidhi walaa yarawna alkhuruuj calayhim bisayfi wala alqitaala fi lfitna wayarawna, waxay arkaan qitaala alfiati albaaqiyati, in lala dagaalamo fi'ada baaqiga ah, alfiati albaaqiya, fi'ada baaqiga oo xadgudubtay, maca alimaami, imaamka la jirkiisa, alcadli caadilka ah, iyo lala socdo in lala dagaalamo. Oo waxaa loola jeedaa fi'ada baaqiyada ah waa midda hadda soo sheegnay, oo ah qoladii ku baxda madaxda, laakiin aan gaalaysiinayn oo aan ka duulayn fikrad ah in la gaalaysiiyo, aan ka duulayn ee ka duulayda arrin adduunyo, kursiga inay ka wareejiyaan iyo inay maaragtay ay xoolo ay ka doonayaan ka dhacsadaan iyo wax la midka ah. Laakiin haddii caqiide ka tahay iyo gaalaysiinayaan, markaas waxaa la oranayaa waa khawaarij weeyaan, khawaarij weeyaan. Marka waxay arkaan Ahlu Sunna Waljamaaca qitaal alfitna alfiati albaaqiya, in lala dagaalamo fi'ada xadgudubtay, maca alimaami, iyadoo lala jiro imaamki alcadli caadilka ah, idaa kaana waa haduu jiro, wa wujida, haddii la helo, calaa shardihim, iyagoo shardi ku leh fi dalika arrintaas. Oo shardigoodu waa maxay? Shardiga Ahlu Sunna ay ku banaynayaan fi'al baaqi in lagula dagaalamo waa maxay? Waxa weeyaan inaan midkooda dhaawaca la dhammaystirin, kii ka dhaawacma inaan la dhammaystirin, midkoodii baxsada inaan laga daba tegin, inta la soo qabta aan la dhihin waa la dilaaya, maadaama uu baxsado cararayba la iska daayo, xoolahoodana inaan la qaadan, xoolihii ay lahaayeen inaan sida gaalada xoolahooda loo qaato oo kale loo qaadan, ilin waa dad muslimiin ah. Sidaasay arkaan, yidhi sidaasay arkaan, calaa shardihim fi dalika. Marka wuxuu la jeedaa shardigaas oo shuruuddaas ahlulbuqaa loo dhigay, alqitaal maca albuqaa. Wayarawna, waxay arkaan ahlu sunna waljamaaca, waxay arkaan, u yidhi addaara, daarta waxay arkaan daar alislaami inay tahay, madaara islaamin inay tahay daar islaam ay arkaan, laa daara kufrin ma ahan daaru kufri, oo daar gaala ma ahan, kamaa ra'athu almuctazilatu, sida muctaziladu aragto, maa daama, ilaa goormay daar islaam noqonayda, maa daama annidaau bisalaati waliqaamatu laha daahirayn, maa daama, wuxuu yidhi annidaau bisalaati, salaadu loo aadaamo, waliqaamatu laha, iyo salaadu loo aqimaahi, daahirayn ay ka muuqdaan, wa ahluha, ahalka baladkaas ku suganna, ama wa ahluha, wa ahlu salaati, dadka salaada ahalka u ahna, mumakkaniina, ay laga makaniyey minha, ayada aaminiin, xalayhin aamin yihiin, macnaha dadka cibaadada gudanaya salaadu ay ka mid tahay, ila salaadu waa iyo adinkeeda iyo aqinkeedu waa calaamadaha muslimiinta. Inta laga adimaayo oo laga aqimaayo oo aan lagugu qabsanin adinkaas iyo aqinkaas, acmaasha muslimiinta laga soo muujinaayo, intaas daarta waa daar islaam. Marka waxaa loo fiirinayaa sida dadka muslimiinta ah ay uga fushanayaan acmaashooda,
هذا عملكوده كفو شنيان ايغو ممكنين اه كل مكاني من لغو هيسن امينين اه مجلس دار اسلام اللي اه كلو كيف تعلمون شرديان كفارتنا اعماش اي صوم وجنايان اعماش اي صوم وجنايان وان سمين ايان وان اي اين اماس اين السمي كريم اما اي كسم ايان اقول عشان لا اقول هذا لا بد اسمد اني كسم ايان لا اسمد اني كسم ايان الشوكاني وهو كيري في سيد الجراح الاعتبار بظهور الكلمة وها إبرادو تهي كلمة دو صموقة شديد كلمة لا إله إلا الله إنه صموقة تضطك هو واقعي إيو كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو أجي ذا أنا أقفك إنه وناجينا فريق رحمانتين ريبكر فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام دي أمرك ينهي أهل الإسلام إليهم ومسلمين وحي الى هذا الصعان ايان وحي ديدان اي هكان ايان سيدا صديق الرنتو تهي بحيث لا يستطيع الكاسوؤون او ذن من فيها قلضة كسبا او من الكفار قالضة ان يتظاهر بكفره انه قال لم يسمو جسته الا لكونه مأذونا له الا ان لو ادمم ويه ذلك ارنتاس ومن ان اهل الاسلام لا بعد منه ان كفرك او سمعين ايو يا اما ان المسلمين تماشى جوكتاهي وأقل عشاك هايستو أما أمون السمي كرين لا أسمد إنه يتهم ويان سيأخذ دي أرهنتو تهي في هذه دار الإسلام من داس دار الإسلام ولا يضر من اللي بيقول ظهور الخصال الكفرية فيها إن أي كسو مغضان على مدى كفرية يعني كم مغضان ومعاصي اللي نحسن مينا أما كفريات اللي نحسن مينا ليه بميدو دار الإسلام كم بدل ميدو ولا أحيري لأنها لم تظهر بقوة الكفار مع السداس يكفرهم أود قال لكم أسوأ موقن ولا بصولتهم والرئيس وقع لكم أسوأ موقن هو قصة موقن أو قال عن شمس إنه تيو أو قال عدين أكو سهنا عدين أما هكو قلدنا عدين لكن أو قال عن شمس أي أو قال عدين قصة موجسنا يعني عم أشعص أي سمينا يعني مركز سهيلي دار إسلامي نقيدهم أنا كلمة ده واحد أسكال مسلمين تا هذا مسلمين تي لهذا وحاس وما أقولين واجو جني فجوك سنة يعني هدي يراهن واحد سوى أقلنا هنا وصعنا يعني قال هنا أعماش السمعين أيام ولا قال كيهين وحيكو سمو جسكران إن لا أقل هذا ولا يري سمعي أو كريع يكو سمو جسكران مركز سوهيري ودارت ودار الإسلام إذا كان الأمر بالعكس لكن الدعاء أنت عكس التحي وقال هذا أيو كلمات دليهين وقال هذا وحي ديدهين هاي أقلاضانا ما أرى أقلان شو أسوق مركز فالدارو بالعكس دارت عكسي إنه قناع إذا مركز في خد ماشي مركز إشعاروا إنه بهي دمان ما وضع دول ماري ما حول رواني صوم مقدان مهون يري صلاة دي أقدن كذي أغن كذي وإنه موقوف وبنان كالتاغينة وأهلها ممكنين في منها آمنين دتك أهل الصلاة كان هو كل مكاني وما ركت آمن كواه ماشي حس لمكانيين مركي هلكاس دارتو تهي ودار الإسلام لكن معتزلة يقول هاي لين هذا معاصي كذا حد عضو أما كفر كذا حد عضو ولو مسلمين تها أطهل يانا تلكو إن مسلمين تها استان هاجرتي وحكي جرم على دار تسوى دار كفر يتاغين هذا معاصي كذا عصب تهي معاصي دي غلوك سمايا قوات غفك أهل الكبائر كهو كبيرة السمية يدين تكسارين وإلى هذا منزلة بين منزلتين ويان مركا هلكاس يكدوا لها يعني هلكاس يكدوا لها يعني ويرون وحي أركان الدار دار إسلام إن يتحد لا دار كفر دار قال إن أنا أهين ما كما رأته المعتزلة تفسير المعتزلة ذو أركتي ما دام النداء بالصلاة ما دام حير آذان كصلاة والإقامة لها يا أغمد ظاهرين أي موقدان سيادرت النبي صلى الله عليه وسلم ومركو ملكو سودولو أدن كدقي يسجر أدن كدقي يسجر ما دام الصلاة دي مركز الصوم وجينا أعمال كلام ولا موجي كرا واعي ما دام الصلاة دي علامة جار مسلمين تقوى لا موجينا أيوة أعمال كلام ولا صوم وجي سكرا ويان وأهلها أهل كيدين ممكنين كل مكانين أي تهمنها بلدكي آمنين آمن كوا أيهين مركز سبحان الله إنه يري دارته ودار الإسلام ويرون وحي أركان أن أحدا قف لا تخلص هنا وخالص مغني له أسأل الجنة جنب وإن عملها بس أي عمل عمل متكر بها بس إلا بفضل الله
إلهي فضله سموية ورحمته ينفريسيس التي تعصو يخص بها بهما أو غاريرو من يشاء متي أودون بهما لبدو فضل إن حريست أو غاريرو من يشاء واحد كي أودون فإن عمله للخير صابت وقفك عملك أوسمي وخير كأه وتناوله الطاعات يضاعات كأوسمينا لا إيمان أيو إنما كان حكو هذا أوكليئة عن فضل الله إلهي ديرات كيس الذي كاسو لو لم يتفضل به أدونا كف ظل لهين وأسيه قاري لهين عليه دوشيس لم يكن مع هذا لأحد قف على الله إلهي دوشيس حجة قركم أيشان حجة حجكم أيشان ولا عتب قرنكم أيشان كما قال تعالى سيد إلهي ولولا فضل الله نحرس الله هدين يجري لهين عليكم دشن ونحرس فضل دارات إلهي هدين يجري لهين ورحمته يعني حريستيس ما زكى منكم ما إذا كان ظاهر نقدان منكم حاله إذا كان إذا كان بديه من أحد قف أبدا ولقيس قف ظاهر نقلها ومعاصي كان ظاهر نقلها يكفر شرك ما يجري لهين ولكن الله سيشهد إله يزكي الطاهرية من يشاء ومثل الظن ما كان حريص يفضل إله هدين يجري لهين نجاسة يا أهان الله هيدا أما كفري يا نجاس كن أهان الله هيدا أما معاصي يا نجاس كن أهان الله هيدا وقوله تعالى لا قول كسوير ولولا فضل الله هدان وجيري لهين إلهي فضل جيسا عليكم دشين وكفضل إيه ورحمته الحريص لاتبعتم أحد شراعي هذا الشيطان إلا قليلا إن يرموه كذا نتراعي لهم وقال إله وحير يختص وحكو قاريا لبي رحمته الحريص من يشاء مثل أودانه قاريا يشار مالك الشيخ هو واحد لأعماش أدومكو إنا مجنكو قليل الجنة وحلو قلها أي تهي فضل إلهي أن حريستي ساء هي الغقلة لكن أعماشه شغل يا لغبان أي بيدي قاسي وام حي هل لقى فائدة يا وحل لقى فائدة يا والسبب السبب ويا أنا وكريم والسبب يعني أنا الجنة قشي السبب أطاي لكن جنة لقى قام إبسل جنة وفضل إلهي كلي السبب أطاي مدان مركب بعض بما كانوا يعملون يبين وحال ليه بعض سوى السببية وات اللي رحمه أبع يشراع ما يشو ميا له الجنة ما يفسن كرتيد ما يفسن كرتيد الجنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مسلم ووري وحويري سددوا ورسول دوية سددوا وقارب وأبشروا سود دوية وبشاريست مقارب وروح اللي ذين دري وحد كسمي كرتان جهدك بحيو والسماية مع سيدي اللي نكرها لك كده راضو وأبشروا بشاريست بشاريستا فإنه لن يدخل الجنة أما أحدا عمله قف مجليه قف عمل كيس مجلي يا جنة قف عمل كيس جنة مجلة قالوا ولا أنت يا رسول الله كاسين رسول الله حتى أذيقنا حتى أذيق عملك وجنة مجلي كرمنيا عمل كات سميدو قالوا وحيد ولا أنا حتى أنيق جنة مجلي ما عمل أنا سميه وعلموا أحد وبعتني أن حب العمل إلى الله عمل مثل إلهي وجعل يه وأدومه مثل الجوكتيه وإن قال له لا يراد عمل كات جوكتيه لا يراد لا ورق عاد برقدي تكتو سك جوكتيه إلهي هو كجعل يه مل همين كي صدح رقع سك تكتو وحكا خير بدن تهي شن يتورق عن انتو كذي ومرنا السماية مرنا كتك هذيك صدح رقع دائما يا كخير بدن وإلهي وجعل البدين وهي مد وحوي عمل كرتين وصواب يهي وإحنا محمد لغد السدوية إلهي نقود درك كذب من إلى الداء أنت حب يراها دوره مركوه يري وعلموا أن حب العمل إلى الله أدومه وإن قل هل درس سيوة فعادر طول علم قد طلبته وإذا سكت جوك تهيدو أما استغفرت جوك تهيدو شيء معناه هبي هات 8 دقيقة إيه شن دقيقة إيه 10 دقيقة ما هو البقاء جوك تهيدو يا إلهي أكتي سعاد لو قد جعل مكي حديثي أول كيسو مركو جيت كأنه ويري وعلموا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله قف جنة هو قال يعمل كيس مجره إلا أن يتغمدني الله برحمة منه منه برحمته إلى حين هريستي سيقول ده بولا مويه سك على الجنة ده اللي قال ما يو مرك عقيدة أهل السنة والجماعة مسين وحي شيخه ويرون وحي أركان أن أحدا قف لا تخلص له الجنة جنة إن أخالص نقني وإن عمل أي عمل عمل مذكر بها السماية إلا بفضل الله ورحمته إله ديرات سن هريس يسموه
التي مداسه يختص بها أو يخص بها أو بهما أو قاري يعني لبدا ما يشاء واحد كدون أحد إله فضل إن حريص أقاله هيا جنة قاله فإن عمله للخير صواب توحيد عملك أسمين يبا وتناوله الطاعات يطاعها أليمد إنما كان عن فضل الله وحوها فضل إلهي أنا أوفر سقف كان عملك حتى أسميه إلهي بقى أقر كله ودارات كله نحرس كله صوبته ميقان كعقل يرين وكحق يرين وكجهد يرين وعمل أن سمينين أما واحد قل دان سمينين أما معاسيكو مشغول سن ليل نهار أدق عمل كان أن سمينين إذن ما كلفتيسا أدق أود هذا كل ما إيمان وجاء الله هذا كل ما إيمان نحرس إلهي وكون حرستي يهنوني إلهي كوه هنوني هيات كلها تمن مع أسودة نساس وكلها دوغا دارات مركو حيري عملك وسمينا يخيرك يطاعاتك إنما كانوا وكوه هذا عن فضل الله إله ديراتكس الذي كاس لو لم يتفضل به أدونا ونن كفضل لهين به أسق عليه دوشي سأدون كاس لم يكن مبأ هذا لأحد ينقف على الله إله حجة حجكم أيشن ولا عتب يقر دو قف كان إله لومي لها إله قر وحن كولها إن هذه جدو يتوسيدو قف ده كرام جلو كما قال تعالى سيد إلهي قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ديراتك إلهي أدون دوشي إن أهان لهيني ورحمته إن حريستي إيسا ما زكى منكم إذن كما طاهر نقدين من أحد حار منكم إذن كذا كم يديا من أحد أحد أبدا ولي بيس قف ولبا مع أنها نقل لها أهل المعاصي ولكن الله سيشاء إلهي أن يزكي طاهرا من يشاء مثل دون ولولا فضل الله هذين جري لهن إلهي ديراتك إيسا عليكم دوشي إن أهان ورحمته إن حريستي إيسا لاتبعتم وحد راعي لهيدا الشيطان الشيطان الدبقي لهيدا إلا قليل المويه وقال تعالى إلهي وهير يختص وحكو قاري على برحمته إن حريستي سمين يشاء يتكوضون يوكو قاري على انت سينكو جوجين المويه بارك الله فيكم